أهلا وسهلا بكم في شرح اليوم. سنتحدث كيفية حل مشكلة توقف موقع ووردبريس عن العمل بعد تغيير الروابط الرئيسية الخاصة به. فمثلا أحيانا يقوم بعض مديري موقع ووردبريس من خلال الذهاب إلى إعدادات عام بتغيير هذه الروابط هنا، وهي عنوان ووردبريس وعنوان الموقع. فمثلا إذا قمت الآن بتغيير، لو قمت بتغيير مثلا حرف واحد أو أي جزء من هذا الرابط سيتوقف الموقع عن العمل. لنقوم بتجربة ذلك. فمثلا بدلا من لوكال هوست سأقوم بكتابة site3.com على سبيل المثال، ومن هنا أيضا كذلك، وقمت بتغيير هذه الروابط سأقوم بالحفظ، والآن ستجدون أن سيتوقف موقع عن العمل. فتم حفظ التغييرات، والآن كما تلاحظون جاءت هذه الرسالة: لا يمكن الدخول إلى الموقع لأنني قمت بتغيير الروابط. إذا ذهبت إلى الواجهة الأمامية أيضا وقمت بالتحديث، نفس الشيء، لا يمكن الدخول للموقع. فيمكنني حل هذه المشكلة بالتعديل على قاعدة بيانات ووردبريس في لوحة التحكم بقاعدة البيانات PHP MyAdmin. فنحن الآن بلوحة التحكم بقواعد البيانات PHP MyAdmin، والآن سأقوم بالذهاب إلى قاعدة بيانات موقع ووردبريس والتي أسميتها ووردبريس. في حالتك يمكن أن يكون اسمها أي شيء آخر، فإذن سأقوم بالنقل هنا. سيتم عرض كل جداول الخاصة بموقع ووردبريس. سأختار جدول الخيارات، ها هو Options، فإذن سأقوم باختيار هذا الجدول هنا. وعند اختيار هذا الجدول هنالك خياران علي التغيير هما، والأول هو عنوان الموقع والصفحة الرئيسية في الموقع. فكما تلاحظون تم تغييرها بهذا الشكل. سأعيدها كما كانت أو أعيدها إلى الرابط الصحيح لموقع ووردبريس. فسأقوم بالنقر على تحرير، وهنا سأقوم بكتابة الرابط الصحيح لموقع ووردبريس، ومن ثم سأقوم بالنقر على جو هنا. نفس الشيء سأقوم بتغيير القيمة الأخرى الموجودة هنا، سأكبر قليلا لكي تكون الرؤية أوضح. فإذن سأقوم أيضا بتغيير هذه القيمة هنا من خلال نقر على تعديل، وبنفس الطريقة سأقوم بإدخال عنوان رابط الموقع الصحيح localhost وgo بنفس الطريقة. الآن سأقوم بكتابة رابط موقعي الصحيح في صندوق شريط العنوان في المتصفح، وسيمكنه دخول الموقع. فكما تلاحظون تم دخول الموقع بنجاح. والآن إذا قمت بالذهاب إلى بوابة الدخول في الموقع سيتم دخولي بنجاح مرة أخرى. فإذا اليوم تعلمنا كيفية حل مشكلة عدم إمكانية الدخول لموقع ووردبريس بعد التغيير والتعديل على روابط الموقع. أتمنى هذا الشرح كان مفيد بالنسبة لكم. إذا كان كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة، لأنني أقوم بتحميل فيديوهات حول هذا الموضوع، موضوع ووردبريس وبرمجيات الويب باستمرار. وأتمنى لكم يوما جميلا وإلى اللقاء.